مرحبا، كيفكن؟ اليوم عنا تحديات جديدة وألعاب جديدة، نحن وفريق مرحبا فريق أوتار وفريق عائلة فنية. بس قبل ما نبلش معكم، ما تنسوا سبسكرايب واللايك والكومنت، الحقونا. ومن هون تكلنا وصلنا على المكان اللي بدنا نعمل فيه التحديات. ما تنسوا تكتبولنا بالكومنت شو التحديات اللي حابين نعملها بالحلقات الجاي، نحن بانتظاركم. وهلا نحن وصلنا على المكان يلي بدنا نعمل فيه التحديات، باحة كبيرة خرج تكون ملعب للتحديات، وهينا نحن جاهزين. هلا رح نبلش بأول تحدي، هو سباق الدراجات الهوائية بين ماريا، بين زهراء ومهدي، واللي بيربح بيرجع بيلعب مع ماريا، ولازم نقطة الوصول هي لهيدي الشجرة هون، ويرجعوا لحد مكانه. ومحمد رح يعطيهم الاوكي لحتى يبلشوا. اوكي يلا، هيا نقرب لحدهم لهونيك ونحكي معهم شوي ونعرف شو تحمسهم للعبة. يلا هون هون في ماريا، حلا، مليكة، محمد وامير. ماريا جديدة معنا بالفلوجات بالتحديات، ورح تشوفوها بحلقة من مسلسل عائلة فنية. وهون معنا مهدي، علاء وزهراء. يلا يلا 1 2 3، يلا شجعون شجعوهن. مهدي عم بغش، بس مهدي عم بغش. مهدي بدك ترجع توصل للنقطة اللي انطلقت منها وللشجرة. بس ما تلف بطريق، يعني أنا بدي لف هيديك الزهرة، ما تلف أنت لهون، لف بالقلب. يلا بنرجع بنعيد. أنا تعبت. بعد ما بلشنا تتعبي. يلا محمد اعطيهم الأوكي. يلا مين؟ مهدي. مهدي أول جولة. مهدي أول جولة. كم جولة؟ للنصف. يلا هلا ماريا. ليه؟ هلا مهدي مع ماريا. للنصف هيدا للنصف. يلا. مهدي ربح كمان. مهدي بهاي الجولة ربح. هلأ التحدي بين أشرف وخاله. يلا 3 2. رغم انه البسكليت اللي معي كبيرة، المهم الروح الرياضية اللي فينا اصلا يعني. شو
وكمان رح نكفي هالتحدي، تحدي الدراجة الهوائية. ومتحمسين؟ يلا رح نكفي مع مهدي وأشرف. وهيدا أشرف ومهدي صاروا جاهزين، وماريا رح تعطيهم الأوكي. اللي ربح مهدي. وهلا رح نلعب تحدي البول، وتحدي البول شارحين قوانينه من قبل بس رح نرجع نعيدها. رح يوقف اثنين برا والباقيين جوا، ولازم نحط نزت الطابة عليهم، واللي بتدقر فيه بيظهر لبرا، واللي بيلقط الطابة بياخد بول اللي هي الحياة اللي بتقدر ترجع تخليه يفوت لجوا. جاهزين؟ يلا. وهلا صاروا الفريق كله جاهز. جاهزين؟ يلا. ماريا خسرت. مليكة طلعت برا. أمير طلع برا. بعد في محمد وحلا. وقع هو عم يقول له ما بتصيبني. محمد طلع برا. بعد في حلا. محمد موجوع وعم يبكي. ليه؟ ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ بصي بصي. ليه عم تبكي؟ لأنك وقعت؟ مش أنت قبضاي؟ مش أنت قبضاي؟ أرجيني إيدك، وين عورت حالك؟ أرجيني؟ أرجيني؟ ما كتير، شوي ما كتير، ما طلع لك دم. يلا ما طلع لك دم، يلا. بسبب إصابة محمد بإيده ما قدرين نكفي التحدي. إن شاء الله بالتحديات الجاي بتشوفوا ألعاب أكتر وتحديات أكتر. انطرونا بالتحدي الجاي، انطرونا بالتحدي الجاي، كونوا كتار.